كباقي القوانين المرفوضة من قبل الشعب العراقي، يأتي اليوم قانون الأحزاب ليقف على طوابير التغييرات التي تمر بضغط من قبل المتظاهرين السلميين كقانون الانتخابات واستقالة الحكومة. قانون الأحزاب الذي أتاح للأحزاب السياسية الاستيلاء على مقدرات الشعب العراقي بات مرفوضا من الشعب الذي دعا إلى ترك العراق للعراقيين. كفى تدخلا في شؤون العراق، كفى ذبحا لشباب العراق. كم تريدون من الأضاحي؟ كم يدفع الشعب لكي يحصل على حقوقه؟ يا أخي، قليلا من الشعور الإنساني، قليلا من الإنسانية. اتركوا العراق للعراقيين، اتركوا العراق للعراقيين. عقال فراتي اتهم الأحزاب الإسلامية وميليشياتها من بين باقي الأحزاب التي حكمت البلاد بنهب خيرات العراق دون الالتفات إلى شعب عانى 16 عاما من ويلات حكمهم. الأحزاب الإسلامية اللي ممولة من قبل إيران ومن ميليشياتها أن يراجعوا نفسهم، واللي نتمناه من الجميع أنه ينظرون مصلحة الشعب العراقي. سؤالك جدا مهم، تقول لا أخي العزيز، أنا ما يعني أملي بالله إن شاء الله، بس هاي الأحزاب كلها هي نابعة من إيران، ومشروع ضرب العراق مشروع مخابراتي من أجل مصلحة إيران. فنتمنى لهم أن يتذكرون العراق يوم يتذكرون العراق. مراقبون وخبراء قانون كشفوا عن تراجع شعبية الأحزاب التابعة لإيران على وجه الخصوص بين أوساط الشارع العراقي المنتفض، مؤكدين إلى أن إيران باتت غير مرغوب بها ليس في العراق وحسب، بل وفي سوريا ولبنان واليمن. الأحزاب إعادة كل ما موجود داخل برامجها الانتخابية السياسية الحكومية التشريعية، وكذلك إعادة السياسات والسياقات التي كانت توهم الناس وتضلل الناس. إذن هذه الأحزاب تراجعت، وحتى إيران تراجعت في عموم المنطقة خصوصا في لبنان واليمن والبحرين وسوريا. إذن العراق، أعتقد العراقي يكره التبعية والولاية لأي دولة، كانت مسلمة أم غير مسلمة، مجاورة أم غير مجاورة، وبالتالي هذه الأحزاب لم تستطيع أن تقدم نموذجا صحيحا أو نموذجا إيجابيا للشارع الشيعي. ويبقى السؤال، هل ستواصل ساحات التظاهر في العراق إصرارها على رفض وتعطيل قانون الأحزاب، أم ستتحايل الكتل السياسية في تمرير بعض البنود والفقرات التي تتيح لها سرقة المال العام وإبقاء العراق على ما هو عليه؟